إذن نجي ناخذ torque and power. Torque is a good indicator of engine's ability to do work. إذن هو أفضل مؤشر على إنه نشوف قابلية المحرك بالنسبة إلى إنجاز الشغل. ليش؟ لأنه التورك هو القوة في ذراعها، معناته إنه راح نوصل إلى الشغل. It is defined as، شلون يعرف هذا التورك؟ A force acting at a moment distance and has units newton meter or libra force foot. فالتورك راح نرمز له تاو is related to the work. إذن هو يخص من؟ يخص الشغل. لاحظ 2 باي في تاو تورك، نعم المسافة، المسافة اللي راح يقطعها انه راح تكون على اساس من؟ على اساس زوايا المحور القلاب. فاذا بما انه زوايا، احنا كم الزوايا مالته؟ 2 باي يعني 360 درجة. فاذا 2 باي في تاو يساوي البريك ورك، والبريك ورك وين حصلنا عليه؟ حصلنا عليه على المحور القلاب. إيه؟ يعني التورك يساوي ان البريك باور، بريك ورك على 2 باي. طيب اذا 2 باي في تاو يساوي ان البريك باور، اللي هو البريك باور مين اجانا؟ اجانا من البريك مين افكتيف بريشر في الفي دي على النمبر اوف ريفوليوشنز بير سايكل. ليش؟ لانه هنا راح يختلف المحرك رباعي الاشواط عن ثنائي الاشواط. هنا نشوف ال2 باي هي راح تكون يعني 2 معناته تصير 4 باي، يعني 4 دورات يحقق شوط. اما بالتوش بالتو ستروك اللي هو راح يكون 1، اذا 2 باي يعني دوره واحده، العفو هناك دورتين يعني راح يصير 2 4 باي، يعني 2 باي و2 باي دورتين. اما هنا فراح يكون اذا 2 ستروك راح يكون 1، وبالتالي راح يكون هنا 2 باي في تاو. For 2 stroke engines with 1 cycle for each revolution 2 باي في تاو يساوي البريك باور يساوي البريك مين افكتيف بريشر في الفي دي. اذا التاو لاحظ هنا نفسه بريك مين افكتيف بريشر في الفي دي على 2 باي بالنسبة لل 2 ستروك سايكل مثل ما تطرقنا قبل شوية. فإذا هذا الآن راح يصير هنا 1، ونجيب ال 2 باي اللي موجودة هنا تجي مقسومة راح يصير هنا. أما إذا 4 4 ستروك، 4 ستروك معناتها 2 revolutions per cycle، راح تكون الآن هنا 2 ونجيب ال 2 باي هنا تصير 4 باي. إذا التاو يساوي بريك مين افكتيف بريشر في دي على 4 باي بالنسبة للفور ستروك، على 2 باي إذا كان 2 ستروك. راح نلاحظ من المحاضرة من المعادلات السابقة إنه البريك مين افكتيف بريشر اللي رمزنا له بي ام اي بي ام اي بي والبريك ورك دبليو بي ار يوزد، راح نستخدمها وين؟ ليش؟ لأنه التورك از ميجر، راح يقاس وين؟ بالاوتبوت. طيب معظم المحركات الاحتراق الداخلي الحديثة المودرن تمتلك ماكسيمم تورك، هاف ماكسيمم تورك 200 إلى 300 نيوتن متر رينج، بمعدل بين 200 إلى 300، بمن بسرعات اللي تتراوح ما بين 4000 إلى 6000 ريفوليوشن بير مينيت. الماكسيمم بريك مي بريك تورك سبيد، the point of maximum torque is called maximum break torque speed، راح يسميها اقصى النقطه اللي حصل بيها اللي شفناها بالفيجر اللي انطتني اقصى قيمه يطلع بيها التورك، نسميها maximum break torque speed. Major goal in the design of modern automobile engine is to flatten the torque versus speed. يعني flatten راح تكون مسطحة تقريبا، ما عدا انه شفنا الكيرف راح يكون التسطح مالته قليل. كيرف as shown in figure 11. طيب بالنسبة للcompression ignition engines generally have greater torque than spark ignition engine. شوف
إذن المحركات اللي تشتغل بالديزل تمتلك تورك أكبر منين من السبارك إغنيشن إنجن. يعني large engines often have very high torque values with maximum brake torque at relatively low speed. إذن بوين؟ بالسرعة البطيئة. إذن هنا أنا large speed اللي هي دائما نشوفها بين بالcompression ignition engines. نجي إلى أخذنا هسه التورك وشفنا التورك والتسميات مالته. نجي إلى الباور. الباور is defined as the rate of work, the rate of work of the engine. يعني راح شنو هي rate of work. إذن الباور W dot يساوي إنه الwork في speed engine مقسومة على number of revolution per cycle. يعني هنا أنا نميز راح نميز two stroke عن four stroke. يعني هذا واحد للtwo stroke واثنين للفور ستروك. يعني الورك في النمبر في السبيد انجن او انجن سبيد انقسمه على اثنين راح يطلع لنا الباور اللي نحصله منين من الفور ستروك. اذا على واحد يعني فقط يعتمد على ضرب هذه القيمتين. ايضا انه عندنا الباور يساوي لنا 2 باي في ان في تاو. لاحظ التاو هو نيوتن متر مقسومة على الريفوليوشن نيوتن متر جول على السكند. إذا انطتني باور 2 باي في تاو كان من استخرجنا التاو نضربه فقط في النمبر اور سبيد انجن نحصل على الباور. إذا أيضا الباور يساوي لنا 1 على 2 ان في المين افكت بريشر في ال مساحة المكبس في متوسط السرعة. أيضا هذه نقدر نستخرج من عندها الباور. أيضا الباور مين افكتيف بريشر في الـ في السبيد اي بيستن في اليو بيستن افريج فيو بيستن على 4 بالنسبة للفور ستروك على 2 بالنسبة للفور ستروك. لاحظ هذا الفيجر يوضح لنا التورك والسبيد والباور وذ سبيد اولسو. الملني محركات اثنين عندنا واحد الفي دي يساوينا 3.2 لتر والمنقط في دي يساوينا 2.5 لتر. رسمنا لهذه المحركين رسمنا شافنا التورك. هذا التورك تكون القيم مالته اقل من يعني التسطح مالته مو مثل الباور. فنشوف هذه قيم الباور كل ما زادت السرعة كل ما زاد الباور الى قيمة معينة وبعدين راح يقل. ايضا التورك نفس الحالة. نشوف هنا speed at which peak torque occurs. هنا السرعة اللي تمثل لي أقصى قيمة شنسميها راح نسميها maximum brake power torque or maximum pace torque. هنا تعطيني أقصى قيمة بالتورك. indicated power increases with speed while brake power increases to a maximum and then decrease. إذا زاد وبعدين نزل. ليش زاد وبعدين نزل؟ زادت الباور بزيادة السرعة وبعدين قلت بزيادة السرعة. This is because friction power increases. لاحظ اللي friction power راح تزداد with engine speed to a higher power بالقدرات العالية and becomes dominated at speed at higher speed وبالتالي راح تكون كلش كبيرة بالسرعات العالية. إذن بذلك راح تشوفها شنو راح تنزل الباور. كل ما زاد السرعة راح ينزل الباور. البريك باور يساوي لنا ميكانيكال افشنسي في الانديكيتد باور. يعني معناته الميكانيكال افشنسي is the ratio between brake power to indicated power. الانديكيتد باور indicated power net indicated power يساوي لنا gross indicated power minus bump indicated power. او انه البريك باور يساوي لنا الانديكيتد power minus friction power. Normal power is normally measured in kilowatt but horsepower is still common. لكن الhorsepower هو اللي راح يكون شائع. كل واحد horsepower يساوينا 0.7457 kilowatt اللي يساوينا 2545 BTU per hour اللي يساوينا 550 foot libra force per second. كل واحد kilowatt يساوينا 1.341
horsepower. Motor and power are functions of engine speed. إذا اثنيناتهم راح يكونون دالين لسرعة المحرك. At low speed, بسرعات البطيئة, the torque increases as engine speed increases. مثل ما حكينا قبل شوي. As engine speed increases further, torque reaches a maximum and then decreases as shown in figure. Torque decreases. ليش نزل torque? Because the engine is unable. يكون المحرك غير قادر على أنه شنو يستنشق ingest a full charge of air at higher speed. ليش؟ لأنه higher speed تحتاج إلى كمية هواء عالية وبالتالي المحرك ما يقدر يسحب هذه الكمية الكبيرة وبالتالي فراح نشوف شو التورك راح يقل بزيادة السرعة. Indicated power increases with speed while brake power increases to a maximum and then decreases at higher speed. وبالتالي راح تقل بالhigher speed. ليش؟ This is because friction losses increase with speed and becomes the dominant factor at very high speed. مثل ما حشينا نسقم شوي بالمخطط. Greater power, أعظم قدرة راح نحصل عليها شو وقت by increasing displacement, mean effective pressure and or speed. يعني بمن بزيادة الفوليوم displacement volume mean effective pressure مع أو بالسبيد. Increase displacement. شلون راح نزيد هذا displacement? Increases engine mass. يعني راح نزيد ال displacement مع معناته الكتلة مالت المحرك شبيها تزيد وبالتالي إذا زادت معناته راح ياخذ space كبير وبالتالي both of which are contrary to automobile design trends. إذا هذه راح يتعارض مع تصميم ال السيارات الحديثة يعني دائما تكون السبيس مالتها صغير. لهذا السبب most modern engines المحركات معظم المحركات الجديدة are smaller راح تكون صغيرة بالتالي راح تكون تشتغل بالhigher speed run at high speed and are often وتستخدم turbocharger or supercharger to increase mean effective pressure. Specific power يساوي brake power على مساحة المكبس. Output per displacement. Output per displacement. Brake power على displacement volume. Specific volume SV. Displacement volume على brake power. Specific weight. نرمز لها specific weight. Engine weight على brake power.